كلام بايخ. انا ما اسمع فيديو طويل جدا على ضروره ان الناس تاكل، كبار السن اللي بياخدوا دواء، الطفل اللي بيسنن، الست الحامل، ده كلام اصلا مش محتاج ان انا اطلعه فيديو، اصلا مش محتاج. احنا وصلنا بالمرحله دي ان احنا بنتكلم على اهميه الغذاء بالنسبه للحالات الخاصه؟ يعني انا لو شاب وصحتي كويسه مش مهم اكل؟ كبار السن والحوامل والاطفال، خلاص يا جماعه نعتمد زي ما درسنا كده على موضوع التمثيل النباتي، التمثيل الضوئي قصدي للنبات. مش احنا درسنا في الاحياء زمان ان النبات بيتغذى على الضوء؟ التمثيل الضوئي او التركيب الضوئي. بس هو التمثيل الضوئي عندنا ضياء، في مصر بيسموه كده، عندكم في سوريا بيسموه التركيب، عندنا في مصر كانوا بيعلمونا التمثيل الضوئي. خلاص انت كل يوم تطلع تقعد على الشمس ساعتين، تاخد فطار ساعتين شمس وغدا ساعتين شمس، وبالليل مش مهم نام من غير عشاء. يا جماعه اللي بيحصل والله العظيم ده، نشوف واحد من الشباب، هم الاعلاميين المصريين ايدهم ما وجعتهمش من كتر التطبيل، تطبيل تطبيل واي كلام بيتقال. انتوا ما بتنزلوش الشارع؟ طب سياده الوزراء، سياده دوله رئيس الوزراء ما بينزلش يتمشى في الشارع؟ ما بيشوفش الناس عامله ايه؟ الناس مش لاقيه تاكل، الناس والله العظيم ما بتلاقيها تاكل، الحاجه مش لاقيينها. اللي بيقبض 2000 جنيه ولا 3000 جنيه سيبك منه، اللي بيقبض 100 جنيه في اليوم ده الصنايعي الارزقي يفطر وياكل ازاي؟ انت كاعلامي قاعد على كرسي صوتك مسموع، فين انت من الناس؟ فين من الشعب؟ حطيتوا الناس في خانه اليك، لو نزلوا وصاروا البلد تخرب، ولو ما صاروش البلد تخرب. طب عايزين منهم ايه؟ عايزين يا استاذ انت اللي فاهم غلط، ايديهم ما وجعتهمش من التطبيل طبعا، لان التطبيل بيجيب فلوس. حضرتك انت حضرتك بتتكلم على انت صنايعي بتاخد 100 جنيه في اليوم، انا حسبت لك قبل كده الاستاذ عمرو اديب حلقته بكم مليون، بكم مليون؟ انا احسبها لك تاني، الحلقه بياخد 5 مليون دولار، لو اعتبرنا ان النهارده ب 50 55 ها، فبتتكلم في 250 مليون جنيه مصري. هو بيعمل اربع حلقات في الاسبوع، 16 حلقه في الشهر، في 12 اضربهم حطيت على الحلقه بكام مليون، فيطبل ولا ما يطبلش يا استاذ؟ الاستاذ احمد موسى برضه بياخد مش عارف كام مليون في الشهر، يعني الحلقه تقع عليه بنص مليون. انت بتعزق عشان 100 جنيه، فهو لازم يطبل يا استاذ، انت اللي فاهم غلط يا استاذ، ده تطبيل مش تطبيل مجاني. عايزين منك ايه وتقول لك اصل كده لو صرنا الناس هتموت، ولو ما صرناش الناس البلد هتخرب؟ ما هو مش فارق معاه، هو في عداد بيزيد كل شهر، في عداد بيزيد كل شهر بمرتبات غير البيزنس. انت ما تعرفش الاعلاميين دول بيخلصوا المصالح بكام يا استاذ، واراضي بكام، واولاد بكام، وسماسره بكام؟ ده شغلانه في مصر. عشان كده ببقى والله العظيم بقول الحمد لله، الحمد لله اللي عايز فلوس يبيع مصر ويتشغل من بره، يقول لك بعت مصر عشان الدولارات. ده اللي عايز فلوس ويهبر يقعد في مصر، وهم قدراتهم على التطبيل تعبانه جدا يعني. لا انت اللي فاهم غلط يا استاذ. طيب نشوف ناس بتتكلم على، مواطنه بتتكلم على رمضان اللي جاي هيبقى عامل ازاي. انا تعبان اصلا ومش في دماغي فيديوهات بقى والكلام ده، بس انا صممت اعمل فيديو عشان انا ما اروحش اجيب اربع بيضات ب25 جنيه، ما اروحش اجيب اربع بيضات وب10 جنيه فول و15 عيش وقلب جبنه ب100 جنيه ليه يعني؟ حرام. ايه هتقولي مش عارف ايه، مش في يوم وليله الحاجه هتنزل؟ رمضان قرب، رمضان قرب، الناس اللي متكلين على الحاجات اللي بتيجي من عند ربنا والخير والكرم، الناس مش لاقيه تعمل خير، الناس مش لاقيه تطلع زكاه، الناس مش هتصوم، مش هتتسحر، مش هتفطر. ايه يعني؟ ايه يا ناس؟ ايه يا جدعان؟ والحقيقة اللي قالته ده صحيح، اللي هو فكرة انه الناس مش لاقية فعلا تعمل خير، تراجع بشدة. شفت بوستات كتيرة جدا للناس من اللي بيشتغلوا في الخير، يعني بيعلنوا انهم عندهم مشاكل.
عندهم مشاكل. انا الحقيقه يعني بتألم. البنت دي بنت صغيره شابه وبتتكلم في المساله دي، والفيديو اللي جاي كمان بتاع شاب. انا بتكلم على فكره ان انا دول ما ينفعش يشتكوا ابدا من الاكل والشرب، ما ينفعش والله. انا عارف ان الفيديوهات دي بتبقى يعني في ناس بتبعت لي بعد الحلقه والله انت وجعت قلبنا وبتاع، بس يا جماعه انتوا يعني وجع القلب مشترك ما بين مصر وما بين غزه. اي نعم طبعا الفرق شاسع، الفرق شاسع بين من يجوع عزه وكرامه ونصرا لامته ولدينه وبين اللي بيجوع عشان اتسلط عليه عصابه فاسده، يعني فرق شاسع، النتيجه واحده. شوف الفرق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الرجلان يعملان العمل بينهما من الاجر ما بين السماء والارض. ده بيجوع وده بيجوع، بس الفرق شاسع. هنا بيجوع وبيدفع ثمن الجهاد، وهنا بيجوع بلا ثمن. اختم معاكم بهذا الفيديو لهذا الشاب، وبيتكلم كلام برضه من اللي وجع القلب. لطفل حرفيا هتكفيه يومين؟ ده يوم ما تكفيه يعني الواد يكون برنس تبقى ثلاث ايام يكون عامل واجب مع اهله 300 جنيه. علبة لبن زي كده الناس مش لاقياها اصلا، يعني المصيبة ان الناس حتى مش لاقياها، الناس بتلف عليها كل حتة عشان تجيب علبة لبن دي ب 300 جنيه ويا دوب تكفي الواد ثلاث ايام. ده غير بقى البامبرز، غير بقى مراهم التسلخات، غير غير غير. الناس تروح فين؟ يعني انا واحد داخل يعني المفروض ان انا هتجوز، افكر ازاي ان انا اجيب عيل؟ انا هصرف على نفسي انا ازاي لما بعد كده اجيب عيل اصرف عليه؟ كلام مؤلم جدا، اللي هو فكرة قتل الطموح في بكرة. دكتور في صيدلي واقف في الصيدليه، طب العلبه ب 300 جنيه تكفي 3 ايام، يعني محتاج 10 علب، محتاج 3000 جنيه لبن للولد، والبامبرز هيحتاج له مثلا 1500 جنيه بامبرز ولا 1000 جنيه على الاقل بامبرز، يبقى 4000 ده للواد. ده غير لا قدر الله الواد سخن، الواد حصل حاجه عايز تجيب له هدوم، طب هجيب منين؟ هاكل الواد ولا اكل نفسي؟ تخيل لما يبقى ده تفكير شاب. تخيل انت بتقتل الطموح والامل. وانا قلت لكم قبل كده روح على المشهد بتاع فيلم طيور الظلام، لا مش طيور الظلام، بتاع النوم في العسل، لما عادل امام راح للدكتور اللي هو بيعالج الناس من الضعف الجنسي وقال له هو لو في عدو عايز ينشر حاله الياس، لو في حد عايز ينشر، قال لك ده يبقى اكبر عدو اللي عايز ينشر حاله الياس، لحالة اليأس قاتلة. انك ما تحلمش ببكرة، ده ربنا مدينا الامل عشان كده، عشان الدنيا تستمر، ان يبقى عندك امل ان انا هعيش السنة الجاية وهعمل كذا السنة اللي بعدها عشان الدنيا تستمر. لكن لو كلنا عندنا حالة اليأس دي اصلا محدش خلاص بقى، يعني مش فارقة. هذا حال المصريين. يا رب ان شاء الله صفقه راس الخيمه، راس الخيمه ايه؟ ما هي ما هي بقت راس الخيمه راس الحكمه الاثنين واحد يعني. راس الحكمه تغير احوال المصريين. طيب سريعا ناخد شويه اخبار كده في الاقتصاد بسرعه وفي الاسعار والحاجات دي كلها عشان نروح لباقي الملفات، وانا وعدت لكم امبارح ان احنا هنروح لملف غزه نديله وقت اطول ان شاء الله. عندنا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتقول ان النمو سيتراجع والاستثمار سيبقى ضعيفا، ده كلام مالناش دعوة بيه دلوقتي عشان ده هيبقى كلام سلبي. طيب مورجان ستانلي قالت ان صفقة، ده الكلام اللي هو الكلام العلمي اللي هو المتوقع، انه صفقة راس الحكمة قد تمهد لتعويم الجنيه قبل رمضان. الكلام ده انا قلته امبارح، اللي هو ان كل الاقتصاديين كانوا بيقولوا ما تعومش. الناس كانت بتسال انتوا ليه ما عومتوش في مصر، ما عومتوش ليه؟ ما تقدرش تعوم غير لما يبقى عندك دولارات، ففي 10 مليار دولار جاي اهي، فمعلش عوم. فمورجان ستانلي بتقول لك ان الفلوس دي هي اللي هتخلي التعويم يحصل، وانه التعويم هيبقى ما بين 40 ل 45. عشان كده بقول لكم هم بيلعبوا اللعبه دي كلها عشان يبقى البنك 40 45 والسوق السوداء 49 وبتاع، يبقى الفرق قريب نشده، يبقى ما فيش فرق كبير بين السعرين. هيحصل ويسيطروا على الوضع ويفضل كده، ولا مش هيقدروا يوفروا دولارات فالناس تروح للسوق السوداء؟ ده اللي هنشوفه، اللي انا متوقع طبعا التاني بالتاكيد. رجعوا ياخدوا قروض تاني، بنك القاهره اقترض 50 مليون دولار من الاوروبي لتمويل المشروعات الصغيره، 50 مليون دولار. ماشي.
بيتكلم هنا احد اعضاء شعبه الاستثمار العقاري احمد عبد الله، بيتكلم على انه بيع العقار بالدولار مش هينجح لو ما كانش فيه استقرار في سعر الصرف. نسمع. هي المبادره احنا اتناقشنا فيها، بس لسه فيها شويه حاجات لازم هتتعدل عشان نقدر فعلا نمشيها صح. هما كان المبادره اللي متقدمه ان المبادره دي تبقى زي ما حضرتك شفتي، انه الراجل يجي يشتري العقار كاش بالفورين كرنسي بالدولار ويغيره على السعر اللي موجود في البنك، وبعدين ياخد 80% بعد 10 سنين ياخدهم بالمصري او بالفورين كرنسي وما حددوش، وقال غالبا هياخدهم بالمصري. مش هتشجع حد قوي يجي، لكن الا اذا كانت اسعار الصرف مستقره. لكن اللي هتشجع الناس ان تيجي انك انت، او يعني الحاجه اللي احنا نفسنا نعملها انك تديله خصم على انه بيدفع بالدولار. شايف الاقبال الفتره الجايه على العقارات هيكون كبير؟ هيكون كبير. الاسعار هتزيد قد ايه؟ انا شخصيا انا شايف الزياده في يناير وفبراير شايفها، فكده شكلها هتبقى في حدود من 50 ل 60%. ده من 50 انا شايف زيادات زياده الفتره الجايه. انا شايف في زيادات غير الزيادات اللي كانت في اول ما هو احنا شفنا يناير وفبراير لوحده كل الناس مزوده اكتر، يعني في ناس زودت 30%. صحيح. اعتقد لغايه اخر السنه هتبقى الدنيا برضو هتبقى في زيادات تانية. نقدر نقول ان على اخر السنه هتزيد 100%؟ لا انا بتكلم ان كله هيبقى يعني في حته من 50 ل 60%. من 50 ل 60%. هي المبادره احنا اتناقشنا فيها، بس لسه فيها شويه حاجات لازم هتتعدل. طيب سريعا بقى الاسعار عشان ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. نروح لموضوع غزه زي ما قلنا. قبل موضوع غزه معانا حاجه لطيفه كده صغيره. امبارح طبعا احنا عرضنا لكم الموضوع ده، ويمكن خدوه خبر النهارده اللي هو فكره الاسعار بتاعه الياميش بتتباع بالجرام. احنا اتريقنا امبارح في حلقه امبارح على فكره ان الكاجو بيتباع ب 150 جرام. امبارح خدنا الخبر ده معانا. النهارده نشره العربي الجديد. اسعار الدواجن في مصر ارتفعت برضو ب 114 جاه. كيلو الفراخ ب 114. انا بدور بس على البانيه مش لاقي بانيه هنا. ما علينا ما علينا، بوريكم بس فيديو الواحده بتصرخ من موضوع الزبده ده. لا اصل يا جماعه يعني هقول ايه، بس فكره الاسعار لازم تكون انت حاسس بيها في مصر. يعني لازم تكون عارف قيمه ال 100 جنيه وال 50 جنيه عشان تعرف الناس دي بتتكلم بحرقه ليه. اصل في ناس بس بتكلمني بتبقى عايشه بره وبتتكلم على مصر دوله رخيصه. ما فعلا مصر دوله رخيصه. مصر اسعار رخيصه جدا. ايوه مصر اسعار رخيصه بمقارنه بدول كتيره. بس انا بتكلم على مستوى الدخل حضرتك. اصل انت بتحسب تقول يعني ايه، يعني ده مش عارف ايه، ده الموضوع ده ب 3 دولار، حضرتك انت بتتكلم 3 دولار، بالنسبة لك 3 جنيه انت بتقبض بالدولار. هو بالنسبة له بيطفح الكوتة 12 ساعة عشان 100 جنيه، عشان دولار ونص. ففكرة حرقة الناس، أنا بس بحاول أصحح الموقف لناس بره مش شايفة إنه إيه يعني الناس مزودينها قوي، وناس يبعتوا للناس اللي بتعمل فيديوهات دي يقول لكم يقول لهم أنتوا عريتونا. أنت يا عم مش حاسس بحاجة، مش عارف يعني إيه 100 جنيه عند المواطن. مش عارف بتيجي ازاي اصلا. خلينا نشوف ست بتتعجب من مكعب الزبده. انا كنت في الماركت دلوقتي واشتريت شويه حاجات ب 4000 جنيه، سيبكم من ان الاسعار كلها عاليه جدا، مفيش حاجه لفتت انتباهي غير حاجه واحده، مكعب الزبده ده، مكعب زبده صغير ب 350 جنيه، ليه؟ مكعب الزبده ده ب 350 جنيه؟ بجد انا ذهلت، 350 جنيه مش هيكفيني اصلا اسبوعين؟ ايه ده؟ وايه الاسعار دي؟ انا عايزه اقول لكم الحاجات اللي انا جبتها النهارده دي اللي هي ب 4000، انا من سنه بالظبط كنت بجيب قدهم ما كانش بيكملوا 2000 جنيه، 4000 دي انا كنت بجيب بيها 4 جرام ذهب، حقتها الذهب 4 جرام. زمان ليه صحيح؟ ليه ب 350؟ ليه؟ يعني كيلو الزبده ده نص كيلو، المكعب ده تقريبا نص كيلو، لو انا تقريبا نص كيلو، نص كيلو. يعني ليه كيلو الزبده ب 700 جنيه؟ انا ثانيه واحده معلش يا استاذ، بس انا بشتري زبده. ده 250 متاكد؟ فعلا، يعني معنى كده الكيلو ب 1400؟
لا يعني مساله صعبه. انا بدور ليه بقى؟ فتحت التليفون ليه؟ عشان انا بشتري هنا زبده. بشتري زبده والله. فيعني ايه؟ ببعت فيه شباب مصريين عاملين مصنع كده للاجبان والزبده، بشتري من عندهم جبنه رومي وجبنه اسطنبولي وجبنه براميلي، شباب مصري عمل مصنع هنا. فبص يعني الزبده اهو سيدي، انا شاري اخر مره نص كيلو زبده ب 150 ليره. نص كيلو، الكيلو ب 300. الكيلو ب 300. ما انا بستغرب يا جماعه. يعني ليه الاسعار في مصر كبيره جدا؟ يعني فعلا زي ما بقول الضياء دي ربع كيلو مثلا، ده ربع كيلو. وخلي بالك الست قالت لك ايه؟ هستخدمه اسبوعين. يعني ستات موفره جدا. ربع كيلو ده الواحد بيستخدم له كيلو ونص ولا حاجه في الشهر، ولا 2 كيلو والله. ايه ربع كيلو في الاسبوعين ده؟ فالكيلو بقى يعمل 1200 ليه؟ 1400 قصدي، ليه؟ وهو هنا بيعمل بالسعر بتاع مصر حوالي 500 ليره، 500 جنيه. يعني 300 دول بسعر الدولار النهارده يعملوا 500 جنيه، الكيلو يعمل 500 جنيه. ليه في مصر يبقى ب 1400؟ ليه؟ هي دي القصه اللي انا ما بقدرش افهمها. طب انا افهم مثلا انه على اساس فرق العمله، يعني دوله زي تركيا ماشي فرق العمله، يبقى ده ب 300 ليره يبقى في مصر ب 550 ب 600، لكن يبقى ب 1400؟ في حاجة مش مظبوط، في حاجة مش مظبوطة مش عارف امسكها. الحديد زاد تاني والاسمنت، يا عم سيبك من الكلام ده كله. طيب خلينا عشان وقتنا ما يروحش مننا هدر بصراحة، لانه انا برضو ايه مش عايز ازعل اخواننا في غزة زي كل مرة. انا هاخد بس اضراب العمال في غزة المحلة، لانه العمال عاملين اضراب عشان موضوع الفلوس والاجور، لدرجة انه الاخوة في الادارة قفلوا عليهم دورات المية عشان ما يكملوش الاضراب. مفيش حمام. شفت البلد بتتعامل ازاي؟ بص البلد بتتعامل ازاي. والعمال هنا بيتكلموا على انه مجلس الاداره يصرف زياده بالاجور للعاملين في اقسام دون اخرى. طبعا براحتهم، بلد بتاعتهم يدي ده ويدي ده. وانتوا عارفين الحكايه في مصر لا تخضع لاي قانون، تخضع لقانون واحد بس اسمه قانون الاستلطاف. قانون الاستلطاف، مفيش اي قواعد في مصر. عماد ده دمه تقيل على قلبي والله ما ياخد جنيه. اما احمد ده راجل لطيف جدا وظريف، بس ده عماد اشطر من احمد. لا دمه تقيل يا عم، بلا اشطر بلا زفت، فدي احمد. ملهاش اي قواعد غير قواعد الاستلطاف بس.